لو جبنا بيضة ووضعناها في داخل الشراب ولفيناها بهذا الشكل، هل سيختلط البياض مع الصفار؟ هذا اللي راح نعرفه بعد ما نسلقها. وهذه بعد ما سلقناها إن شاء الله أنها تتقشر معنا كويس. مشكلة البيض البلدي انقشرته خفيفة ما تتقشر صح، ولكن أنحميهم من التجربة. بسم الله، لم ينخلط الصفار مع البياض، تجربة كاذبة، مع أني خلطتها ممكن حول 5 دقائق وأنا أخلطها في الشراب، فهي تجربة فاشلة. بس طعم البيض البلدي غير. بسم الله.